هناو يا حبيبتي بيقوم بالليلنا شوية البلح دول. بلح إلا بلا وليه شيرين الطحان دخلت معركة شرسة مع مرض السرطان، الأطباء منعوا عنها الزيارة وبتطلب الدعاء ليها. اتكلمت الفنانة صفاء جلال عن تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان، وقالت إن شيرين تعبانة جداً وإن الأطباء قرروا منع زيارات عنها بسبب الأزمة الصحية اللي بتمر بيها. ونقلاً عن الفنانة صفاء جلال، شيرين الطحان حاسة بتعب شديد والأطباء لسه بيجربوا أدوية جديدة لحد ما يوصلوا الأدوية مناسبة لمرضها، ويا رب الأطباء يلاقوا علاج ليها. وقالت كمان شيرين حالياً انتقلت من العناية المركزة لغرفة عادية لكنها لسه تعبانة، وأنا حاولت إني أزورها لكن الأطباء منعين الزيارة عنها نهائياً، فأتمنى فتح باب الزيارة ليها عشان أطمن عليها وأطمن الكل على صحتها. كمان طلبت صفاء جلال جمهورها بالدعاء لشيرين الطحان بالشفاء العاجل من خلال نشرها لصورة لشيرين على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وعلقت عليها وقالت ادعوا لحبيبتي الجميلة شيرين الطحان في العناية المركزة، ادعوا لها ربنا يشفيها ويعافيها. أما شيرين طلعت في تصريحات ليها واتكلمت بالتفصيل عن حالتها الصحية، وقالت إن عندها مشكلة في القلب والرئة وإنها كان عندها اشتباه جلطة، بجانب إنها عملت بعض التحاليل اللي ظهر فيها سوء في الصفائح الدموية وإنها محتاجة لنقل بوتاسيوم ودم. وأنهت شيرين كلامها بإن اللي بتمر بيه مش موضوع سهل وعادي خالص، وإنها منتظرة العينة عشان تتأكد عشان يتم حجز أكياس دم، وطلبت الجمهور بالدعاء ليها بالشفاء العاجل. ونقلا عنها، راضية تماما وأطلب الدعاء من الجميع بالشفاء، حصلت بالأمس على جلسة تنفس والفريق الطبي بيقوم بنقل الدم والصفائح والبوتاسيوم بشكل دوري، وأكدت إنها لسه في المستشفى وهي في مستشفى خاص في القاهرة. الجمهور من وقت ما عرف الخبر وفي حالة حزن وتعاطف كبيرة على الحالة الصحية لشيرين الطحان، والكل بيدعي لها بالشفاء العاجل. فمن ضمن تعليقات الجمهور على الموضوع، يا رب يشفيها ويعافيها وتشفي كل مريض، إنك على كل شيء قدير، ربنا يشفيها وترجع لنا بالسلامة، دي عسل قوي، والله أنا أول مرة أشوفها في مسلسل رمضان كريم من كام يوم، ربنا يقومها بالسلامة. خلوني أقول لكم إن شيرين الطحان شاركت كممثلة في مسلسل رمضان كريم في موسم رمضان 2017 وعملت دور زوجة الحناوي، كمان في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، ومن المقرر أنه يتم عرضه في مسلسلات رمضان 2023. والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبد الله، وبطولة الفنان بيومي فؤاد وإنعام سلوسة وصلاح عبد الله وسهر الصايغ وكريم عفيفي وصبري فواز ومجموعة من كبار النجوم. بنتمنى الشفاء العاجل للفنانة شيرين الطحان ولكل المرضى.